بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح مقاسم الغزي على متن الغاية والتقرير للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. وما زلنا في متعلقات كتاب النكاح، ووقفنا على فصل والوليمة على العرس مستحبة. يقول: والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاه، وللمقل ما تيسر. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. والإجابة إليها: أي وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين، فليست فرض عين، بل هي مستحبة، بل هي سنة، وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها، بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. وقوله: إلا من عذر، يعني وليمة العرس الإجابة إليها واجبة فرض عين، إلا لعذر، إلا لعذر أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو، أو لا تليق به مجالسته، لآخر الكلام. معروف أن الوليمة هي طعام يجتمع عليه الناس، سمى وليمة، جاء من الولم وهو الاجتماع. إذا أطلقت الوليمة يقصد بها طعام العرس، وأي طعام يكون بعد العقد وقبل الدخول يبقى تبع الوليمة، وأغلب الوليمة تكون بعد الدخول. المصريين الوقت بقوا يعملوها قبل الدخول وبعد العقد، يعملوا كتب الكتاب ويعملوا بوفيه كبير، هي دي الوليمة، يعملوها تملي بعد العقد. لكن لو عملوا أكل في الخطوبة ده ما اسموش الوليمة، ده اسمه عزومة بقى، سميه أي حاجة، مأدبة، سميه أي اسم، لكن الوليمة إذا أطلقت يقصد بها وليمة العرس. في ولائم أخرى لمناسبات أخرى، قد يكون الإنسان مثلا عق عن ابنه، عمل عقيقة عشان ولد له مولود، فدي يسموها عقيقة، ما يسموهاش وليم، عقيقة. الإجابة إليها مستحبة ولا تجب، لكن وليمة العرس تجب ولا تجب إلا بأعذار، هنقولها في الشرح بقى، في أعذار كتيرة هتخليها غير واجبة، بل أحيانا تحرم، فهنشوف متى تحرم ومتى تجب ومتى تستحب، ده في التفصيل. لكن احنا الاول عايزين ننظر للموضوع نظرة عنه. يبقى ما يجتمع عليه من طعام ان كان للعرس بعد العقد او قبل الدخول او بعد الدخول يسمى وليمة عرس. اذا كان قبل العقد يسمى مأدبة. اذا كان من اجل ختان طفل ومولود يسمى عقيق. ان كان من اجل بناء جديد، واحد سكن في شقة جديدة بنى بناء جديد وسكن، يسموه وكيرة، جاء من الوكر لان السكن وكر، يسموها وكيرة. وإذا كان من أجل مصيبة، ساعات ناس تروح تعزي تبص تلاقي إيه أهل الميت يعملوا طعام للناس اللي جايين يعزوه، يسموها وضيمة، يسموها وضيمة، ودي يستحب الإجابة إليها ولا يجب.
وما نقول يجب الإجابة مش معناه وجوب الأكل، إنك تروح مش شرط تاكل، بس روح الأول كل بقى ما تاكلش، دي مسألة تانية. يمكن أنت عندك سكر ما ينفعش تاكل الأكل ده، تعبان صايم أي حاجة أنت حر، لكن المهم تجاوب الأول حتى لا تكسر خاطر المسلم. فالإجابة حاجة والأكل حاجة تانية، يعني لا يشترك أنه لازم تاكل. فالولائم أنواع كثيرة، فهنقرأ النهاردة كلام الإمام البيجوري تعليقا على ما سبق. يعني مثلا بيقول هنا ساعات بيعملوا أكل بعد الولادة، واحدة ولدت فيعملوا إيه الطعام كده، يطعموا إيه القرايب اللي جم حضروا الولادة، سموها خرس بلغة الشرع، يعني سموها خرس ما اسمهاش وريم، يبقى دي لولادة أو نفاس وهكذا. المهم يعني إيه، لكن إحنا النهاردة بنتكلم على وليمة العرس أساسا، وحنذكر الباقي كحشية للموضوع يعني علشان تعرف تفاصيل الموضوع. فصل هو ساقط في بعض النسخ، يعني هذا الفصل ساقط في بعض النسخ المتن الغير التقليد. وقول والوليمة إلى آخره، اللي هو الوليمة على العرس مستحبة، يعني هي مستحبة في حق الرجل العريس الزوج، مش واجبة عليه. يعني ممكن يتجوز ما يأكلش حد، ومش شرط في العقد ولا في صحة العقد، لكن هو مستحب انه ايه يأكل الناس، فهي حق في حق الايه الزوج مستحبة، وفي حق المدعو واجبة الإجابة. واضح؟ والوليمة على العرس مستحبة، اشتقاقها كما قاله الأزهري من الولم وهو الاجتماع، لأن الناس يجتمعون لها، وهذا أعم من قول المحشي اللي هو البرماوي تبعا لغيره لاجتماع الزوجين فيها. يعني المحشي البرماوي اللي هو كان ليه حشي قبل البيجوري، كان البيجوري أصلا بيشرح حشية البرماوي، ودي تعليقاته أثناء ما كان بيشرح. فالمحشي قال إن هي سميت وليمة من الولم والاجتماع العروسين. فبيقول لك هنا وهذا وهو الاجتماع مطلقا، يعني هي جايه من الولم الاجتماع الناس مطلقا سواء العروسين او المعازيم اللحين، لكن البرماوي قال اجتماع العروسين، فبيقول لك لا الاجتماع الناس اعم، فنخليها اعم ما تبقاش هي لسبب اجتماع العروسين فقط. وهذا اعم من قول المحشي تبعا لغير الاجتماع الزوجين فيها، لانه قاصر على وليمة العرس، مع أنها تطلق على غير وليمة العرس أيضا، وإن كانت لا تنصرف عند الإطلاق إلا لوليمة العرس فقط، لأن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وتقيد في غيره، فيقال وليمة ختان أو غيره. وقوله على، يعني لو أطلقت قلت وليمة بلا قيد كده ولا وصف، يجي في بال الناس إيه؟ وليمة عرس. لكن لو هتقول وليمة لأي حاجة غير العرس لازم تضيفها الهدية، تقول وليمة ختان، وليمة سفر، وليمة مصيبة، وليمة مثلا وكيرة، وليمة عودة، وليمة ولادة، وهكذا لازم تضيفها لغيرها حتى تتضح. وقوله على العرس أي لأجله، يبقى على هنا بمعنى لأجل. يقول والوليمة على العرس مستحبة، يعني والوليمة لأجل العرس مستحبة، يبقى على هنا بمعنى اللام أي لأجله. فعلى تعليلية بمعنى اللام على حد، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايته، زي ما نقول ولتكبروا الله على ما هداكم، أي على هنا بمعنى لأجل، أي لأجل هدايته إياكم. والعرس بضم العين مع ضم الراء وإسكانها، العرس والعرس تنفع الاثنين، العرس بضم العين وسكون الراء أو بضم العين وضم الراء، العرس يطلق على العقد وعلى الدخول. وأما بالكسر العرس بكسر العين وسكون الراء العرس، فهو اسم للزوجة يذكر ويؤنث، ولعل اقتصاره على العرس لكونها آكت فيه، وإلا فهي سنة للعرس وغيره. وعبارة المنهج، المنهج للشيخ أبي زكريا الأنصاري اللي كتاب اسمه المنهج، عبارته فيه إيه؟ الوليمة لعرس وغيره سنة،
لأنه كان بيختصر غاية الاختصار، يقول لك الوليمة لعرس وغيره سنة، فتلاقي كلامه دقيق، كل كلمة تقدرش تشيل من الموضع. كذلك يعني يقارن الكتاب المنهج ده بتاع الشيخ أبي زكريا الأنصاري، عرضه على جميع علماء عصره أكثر من 40 مرة وينقحوه، كل ما يعرضه ينقحوه، يشيلوا كلمة ويحطوا كلمة، لحد ما بقى في غاية الكمال مع غاية الاختصار كتاب المنهج. الشيخ زكريا الأنصاري عاش لحد ما بقى عنده 120 سنة، لذلك كان تلامذته مشايخ كبار لتلامذة آخرين، يعني عاش لحد 120 سنة وكان يدرس حتى آخر لحظة، يعني لم يصب بمرض يقعد، مات وهو إيه صحيح، كان يدرس للناس، وهو مدفون بجوار الإمام الشافعي داخل مسجد مطبوع. يعني هو بيختصر المنهاج للإمام النووي، منهاج الإمام النووي، يشوف المنهاج، اسمه المنهاج، فهو سماه المنهج، حتى اختصر الاسم، شال الايه الالف. وبعدين جاء بعديه احد العلماء اختصر المنهج اللي هو ايه المنهج ده، الكتاب سماه النهج. وكل واحد يختصر اكثر، يختصر اكثر وهكذا. اللي هو المين؟ شيخ الجوهري. ايوه صح. وعبارة المنهج الوليمة لعرس وغيره سنة، وقول مستحب أي مؤكدة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه، أنا مكتوب عندي وهو، مكتوب عندك إيه؟ شوف أنت الحتة دي، أولم على بعض نسائه، كاتب وهو، حقه يقول وهي، عندك أنت وهي؟ أنا عندي وهو، يبقى صلحها وهي، أنا مصلحها على أي حال، بس أنا خايف تكون نسختك محرفة زي نسختي يعني. لا المنهاج، نجيب بقى منهاج الطالبين للإمام النووي ونشوف عبارته هل هي دي ولا لا ونراجعها. يعني عندنا المنهاج بيجيب عبارة المنهج، غالبا هو بيجيب عبارة المنهج، فالمنهاج موجود ومطبوع وعندنا، يعني احنا ممكن نفتحها نشوف عبارته، لو لقيناها هي دي نصلحها، لكن دي يبدو انها عبارة المنهج. وقول مستحب اي مؤكدة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ففي البخاري انه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه وهي ام سلمة واسمها هند بمدين من شعير، وعلى صفية بتمر، يعني مدين من شعير يعني عمل ايه؟ يعني قرص على الشعير كده وزع على الناس، خبز شعير وزع على الناس وأكل، اجتمعوا أكل. وعلى صفية بتمر وسمن وأقت، تمر وسمن وأقت، احنا نسميه احنا دلوقتي ايه؟ يعني كيك، ولا تسميه، لأن ما تحط على الدقيق سمن وتحط عليه كمان أقت اللي هو لبن وبعدين تخبزه يطلع ايه بقى؟ نسميه احنا منين؟ قرص، واخد بالك؟ تسميه أي اسم بقى، لأن تسميه بسكوت، مش البسكوت بيحطوا فيه لبن، يحطوا لبن على سكر على دقيق على مش عارف ايه ويخبزوه، يطلع يبقى كيك، يطلع كيك بسكوتات، حاجات من دي يعني. لان الاقت هو اللي عباره عن لبن مجفف بيتحط عليه ميه سخنه يتحول للبن، والسمن يحطه مع السمن ويخلط ده كله في الدقيق وبعدين يقطعه ويخبزه يبقى قرص، واخد بالك؟ امشي. اللبن البودرة منه، بس الأقت ده كان يبقى عجينة كده، عارف انت، شفت انت شفت الكشك الصعيدي بيبقى قطع كده او زي بالظبط، كان زمان كده، واخد بالك؟ يبقى عبارة عن قطع كده ناشفة، لبن مجفف، بعد كده بقى عملوه بودرة في الزمن بتاعنا، يبقى سمن وأقت بتمر، يبقى رئيش بعجوة، خلاص عرفناها، ادم فيها تمر بقى بقت عريش بعجوه، مبروك علينا. يبقى بسكو مصر، عارف انت بسكو مصر عامل بتاع بسكوت بعجوه، يبقى زي ده، واخد بالك ازاي؟ بس كان ايامهم يعني. يبقى النبي ما كانش عنده تكلف. شوف اما حج ذبح كان 100 جمل، ولما جه اتجوز شويه عريش بعجوه الناس اكلتها وخلاص وانبسطوا وفلتين،
فالنبي ما كانش يتكلف صلى الله عليه وسلم، انما احنا بقى ايه العريس والعروسه دول يقعدوا يتداينوا علشان يعملوا حفله العرس بتاعتهم، وساعات يتخانقوا وما يتمش الجواز يتطلقوا، كل ده عشان حفله العرس. هتتكلف قد ايه ونعزم كم واحد انما النبي ما كانش عنده التكاليف دي ولا ايه يعني التكلف ده. الموجود خير وبركه، ان شاء الله عيش حاف، ان شاء الله شويه ميه ويرش عليهم شويه تمر، انتهت الحكايه سهله بسيطه. لكن دلوقتي الناس بتتبارى وايه بالمظاهر يعني. يبقى ام سلمه واسمها هند بمدين من شعير وعلى صفيه بتمر وسمن واقد، تكتب فيها قراهيش بعلوه، وهو الحيس، كانوا يسموه الحيس. وقال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج اولم ولو بشاه، امر سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد ما تزوج ودخل قال له اولم ولو بشاه، والامر فيه للنب قياسا على الاضحيه، زي ما الاضحيه مندوبه عندنا عند الشافعيه يعني والملكيه والحنابله، الاضحيه مندوبه للغني، لكن عند الاحناف واجبه للغني، قياسا على الاضحيه وسائر الولائم ومحل سن وليمه العرس في حق الزوج الرشيد بخلاف غير الرشيد. في الشرع يجوز انك انت تتجوز ابنك الصغير، قانونا دلوقتي ما ينفعش، لكن الشرع يجوز تزوج ابنك الصغير ويبقى يدخل لما يكبر، الدخول لما يكبر مش مشكله بس يبقى متجوز. فافرض ان الاب زوج الابن الصغير، يبقى اللي يولم عنه ابوه، يبقى السنه متوجهه للاب لان الطفل ده غير رشيد لا يتصرف في ماله، يبقى ما نقول سنه تبقى توجهت لابيه. كويس؟ بخلاف اليتيم، افرض هو زوج الولي اليتيم الصغير، يبقى لو اولم يولم من مال نفسه لا من مال اليتيم حتى لا يضيع ماله لو اراد ان يولم، والا يترك الولي حفاظا على مال اليتيم. بخلاف غير الرشيد فلو فعلها ابوه او جده عنه من مال نفسه كفت عنه لا من مال غير الرشيد، والا حرمت، لانه بيتصرف في مال غيره بغير اذنه، وهو اصلا من اهل الاذن، لانه لو طفل صغير خدت اذنه وقال لك اعمل يا بابا ده لا يعتبر اذن معتبر شرعا، لازم لما يكبر ويبقى رشيد يقول لك انا موافق، واخد بالك؟ فيبقى ما ينفعش، يبقى اذن الطفل الصغير غير شرعي، ليس اذنا شرعيا، عشان يبقى اذن شرعي لابد ان يبلغ حد الرشد. فلو تصرف في ماله بغير اذنه او باذنه وهو غير رشيد حرم ذلك، يحرم عليه. فان فعلها نحو ابي الزوج عنه، افرض حماه بقى حب يعمل هو الوليمه بالنيابه عنه. كويس؟ فان كان باذن الزوج تعدت السنه عنه. طب ولو مش باذن الزوج يبقى ما تعدتش السنه عنه، لسه متعلقه في رقبته، يعملها هو تاني. والا فلا. وتتعدد بتعدد الزوجات، اتجوز اثنين يعمل وليمتين، اتجوز ثلاثة يعمل ثلاث ولائم، وهكذا. وتتعدد بتعدد الزوجات كالعقيقة، فإنها تتعدد بتعدد الأولاد إن أراد الأكمل. وإن أولم وليمة واحدة بقصد الجميع كفت على الأوجه، وإن خالف بعضهم هذا ولم يتعرض الأصحاب، يبقى في العقيقة لو ربنا رزقك مثلا بثلاث أولاد أو ثلاث بنات أو أولاد على بنات، ممكن تولم عنهم كلهم بإيه بشاة واحدة، ممكن ده على الأوجه يعني إيه على الراجح. وفي المقابل للمرجوح إن هو لا يكفي، لازم لكل واحد العقيقة بتاعته. واضح؟ الأكمل إن هو كل مولود يتعمل له العقيقة بتاعته، إذا كان ذكر يبقى شاتين وإذا كان أنثى تبقى شاة، ده الأكمل. لكن افرض ما يقدرش يعمل ده كله، يبقى كفاية عليه شاة واحدة عن كل ولاده، لأن لما تيجي تقول له اعمل كده كل عيل من ولادك شاة شاة هيلاقي الحكاية تكتر عليه ما يعملش حاجة خالص. لكن لو تقول له يجوز إنك تكتفي بشاة يبقى أكلت الفقر بدل ما تصده، واخد بالك؟ ما هو بيقول لك ما لا يترك كله، ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ان لم يدرك انه يعمل الاكمل لا يترك الكل، يعمل ما استطاع.
وإن خالف بعضهم هذا ولم يتعرض الأصحاب لوقت الوليمة، واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها يدخل بالعقد ولا تفوت بطول الزمن ولا بالطلاق ولا موت. يعني افرض انك انت ما اولمتش وانت متجوز بقالك 20 سنة، اعملها دلوقتي، ربنا وسع عليك دلوقتي، اعملها دلوقتي. هي لا طب افرض انت تزوجت 10 سنين وما اولمتش وطلقت وربنا وسع عليك، اولم عن الزواج اللي انت طلقتها كمان. شوف قد ايه كل ده، يعني لا تفوت لا بطول زمن ولا بطلاق ولا، لان الغرض منها جمع الناس على الطعام، وده شيء مطلوب شرعي. وأن وقتها يدخل بالعقد ولا تفوت بطول الزمن ولا بطلاق ولا موت. ولا موت كمان، ولا موت، يعني الزوجة ماتت يولم برضه، له أن يفعل ذلك، وهي أصلا حق في حقه سنة كالعقيقة. وقال بعضهم تستمر إلى 7 أيام في البكر و3 في السيب، وبعدها تكون قضاء، يعني وقت الأداء بتاعها. بعضهم قال لك إذا كان بكر 3 أيام، ولو عملها بعد 3 أيام تبقى قضاء، ولو كانت سيب في خلال 7 أيام، ولو عملها بعد 7 أيام تبقى قضاء. والأفضل فعلها بعد الدخول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نساء إلا بعد الدخول، ولكن تجب الإجابة إليه من حين العقد والوجوب من حين العقد. عادة المصريين الوقت إن بيعملوها قبل الدخول، مش كده برضه؟ في ليلة الدخلة يأكل الناس وبعدين ياخد العروسة ويروح، واخد بالك؟ يبقى دي عادة عرفية ما يجراش حاجة، لأن طالما تمت بعد العقد هي وليمة العرس أيضا، ويبقى الدب. وإن خالف الأفضل، يعني ولكن تجب الإجابة عليها من حين العقد، وإن خالف الأفضل اللي هو بعد الدخول، بخلاف ما يفعل قبل العقد فلا تجب الإجابة له، زي الإيه؟ العزومة اللي بيعملوها ساعة الخطوبة أو تلبيس الدبل أو قراية الفاتحة، كل ده قبل العقد. آه دي ما اسمهاش وليمة، ولا يجب إيه في حق المدعو إن هو يجيبها، لكن يستحب، حبيت تجيبها تجيبها، ما جبتش مش مشكلة. وإن اتصل بالعقد حتى ولو كانت الوليمة دي هيعملوها علم المأذون يجي، يقعدوا ياكلوا لحد ما المأذون يجي، وقال المأذون يعمل العقد يكونوا كلوا، تبقى مش وليمة بقى، لازم بعد ما المأذون يمشي، واخد بالك؟ يبقى لازم تبقى بعد العقد، لأنه ليست وليمة عرس. فإن أراد حصول السنة، أيوه ما هو كل دي بقى عادات عرفية، لكن احنا بنتكلم متى تجب ومتى تأتى السنة. الحاجات العادات اللي بيعملوها دي حاجة كويسة، بس دي ما تمنعش ان هو بعد ما يعمل العقد برضه يجمع الناس ويأكلهم تاني. فلو هو لا يستطيع ان هو يأكل الا مرة واحدة فيأجلها بعد العقد، ما يستنفذش كل امواله في الاول ويجي بقى في الوقت الجد ما يقدمش للناس حاجة، عشان ما تعلموش، بس عشان ما تعلموش نعلمهم سهل. ما تجزئش عن الوليمة، لكن هي حاجة كويس، الناس اجتمعت وكالت وانبسط، لكن لا يسقط عنه. ودي مهمة ليه؟ لو انت امكانيات الزوج امكانيات ضعيفة ما يقدرش ان هو يجمع الناس على طعام الا مرة واحدة، يبقى يخليها لبعد العقد بقى عشان يصيب السنة، ما يستهلكهاش بقى في يوم حنة ويوم يوم يقروا فتحة ويوم مش عارف يلبسوا دبل، بحيث على ما يجي العقد يبقى استلف وداين من جميع طوب الارض. فالاحسن يبقى عارف الحكايه دي، واللي ربنا موسع عليه وعايز ياكل الناس كل شويه ما عندناش مانع، اطعام الطعام ده شيء حلو قوي، بس يدعونا احنا واحنا نروح ناكل، ما ادريش، بس يبقى من مال حلال. وان اتصل بالعقد لانه ليست وليمه عرس، فان اراد حصول السنه اخرها عن العقد، بل ان قصد بها وليمه العقد والدخول معا حصل ولو بالقهوه او بالشربات. طبعا بيجوري ده بقى ايه، طبعا مصري قح، الشربات دي كانت بتاعت المصريين، كان زماني لازم يقدموا الشربات ولو بالقهوة او بالشربات. ويسن فعلها ليلا لانها في مقابلة نعمة ليلية، يسن فعلها تبقى ليلا، وده اللي معمول عليه، يعني تملي الدخلة تبقى بالليل، ونعمة الزواج تمت في الليل، يبقى تأدي النعمة الليلية تأدي شكرها ليلا،
والنعمة النهارية تؤدي شكرها نهارا وهكذا، لأنها في مقابلة نعمة ليلية، وتستحب الوليمة للتسري أيضا. يعني لو هيشتري أمة ملك يمين ويتسرى بها يسن له أن يولم أيضا. طبعا الوقت ما بقاش فيه إماء وما بقاش فيه حاجة دي. ولا تجب الإجابة لها، اللي هي إيه؟ لوليمة التسري، إنما وليمة العرس تجب الإجابة لها. واضح؟ قول: والمراد بها أي بالوليمة طعام أي مطعوم، أعم من المأكول والمشروب. أما يقول طعام يدخل المأكول والمشروب، يعني ممكن تجمعه وتديهم كل واحد إزازة بيبسي، حلو أوي، جميل، واخد بالك؟ كوباية حاجة ساعة، ماشي، كوباية مية، حلو أوي، وتمراية، كل واحد تمرة وكوباية مية، جميلة أوي. كل ده تيسير، واخد بالك، على الناس، لأن ليس كل إنسان عنده الساعة اللي بيها. الوقت بيقدموا ساعات شوكولاتة وأزايز مية صغيرة بلاستيك كده بعد ما يتم العقد، تمت الحكاية، حلوة شوكولاتة حلوة، لأنك ماشي. بس المهم يتجوزوا وما يتطلقوش. دلوقتي المؤسف يتجوزوا بعد سنة اتنين تسأل يقول لك اتطلقوا ليه يا ابني؟ اتطلقوا ما كانوا حلوين. الطلاق بقى منتشر كده، ربنا ينجي. وده دليل على قلة عقل الزوج والزوجة، لأن لو واحد فيهم أعقل من الثاني أو أكثر عقلا هتمشي إيه سفينة الزواج إلى نهايتها، لأن أصلا عقد الزواج معمول على التأبيد، أصله كده الشرع يحبه يبقى مؤبد علشان تبني الأسرة وتتربى الأطفال في استقرار نفسي والحاجات دي كلها. وتملي طبعا قيادة السفينة محتاجة ربان شاطر علشان يعرف يقاوم الأمواج والعواصف اللي هتقابله. فالحياة الزوجية دي برضو كأنك أنت في سفينة ماشي في بحر الزواج، ساعات يبقى عاصف وساعات يبقى رايق، فلازم يبقى عندك الحكمة اللي بتحافظ على سفينتك حتى تنتهي رحلة الزواج بتربية الأولاد والصبر على الزوجة والقيام على حقوقها والحاجات دي كلها. لكن الوقت اللي عندهم هذه الحكمة بقوا قليلين. قول: والمراد بها أي بالوليمة طعام أي مطعوم أعم من المأكول والمشروب كالقهوة والشربات كما مر. قول: يتخذ للعرس أو غيره كالختان والقدوم من السفر إن طال عرفا، في بعض النواحي البعيدة بخلاف القريبة. قول: وقال الشافعي إلى آخره، مقابل لقول والمراد بها إلى آخره. وهذا الإطلاق الثاني حقيقة شرعية، كما أن الإطلاق الأول حقيقة شرعية كما يؤخذ من كلام الرملي، فهي حقيقة في الطعام والدعوة. قوله: على كل دعوة أي طلب. قوله: لحادث سرور أي لسرور حادث. حادث سرور يعني معناها لسرور حادث، فهو من إضافة الصفة للموصوف. والسرور ما يسر ما يسر الإنسان، وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة. وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب، وعد ما يفعل المصيبة من أفراد الوليمة كوظيمة الموت، وأقلها للمكثر شاء، اللي هو ربنا غنيه أقل حاجة يعملها يجيب شاي يتبعها ويأكل الناس منها، ده أقل اللي موسع عليه، ده أقل حاجة. لكن لا حد بقى يلي أكثر، يعني إن شاء الله بقى يعمل اللي يعمله طالما معاه فلوس ويأكل الناس، إن شاء الله يعمله في الاستاد ويعزم الناس في الاستاد ويبقى المعازيم 100,000، ما يجراش حاجة. أدام يقدر يعمل كده، واخد بالك، ويكون طعام حلال ما فيش مشكلة. لكن ما يبقاش غني قوي وبعدين يجمع الناس على كوبايه ميه، يعني حاجه دمها تقيل برضه، يبقى عريس دمه تقيل قوي، واخد بالك، يبقى اقل حاجه ليها شهاده للمكثر. ايوه، اقل كمالها للغني شاه، بدليل قول التنبيه: وباي شيء اولم من الطعام جاز، ويستحب فيها ما يستحب في العقيقه. ومنه انت العقيقه بيستحب فيها انه يطبخ، الاضحيه انت بتوزعها عليا، العقيقه يستحب فيها انك تطبخ وتوزعها مطبوخة جاهزة للأكل، وأن يطبخها بحلو. عارف أنت المغاربة يحطوا بدل الملح سكر، عادتهم كده هناك في المغرب، واخد بالك، يعني يعملوا الأكل الطبيخ بتاعهم ده يحطوا عليه سكر بدل الملح. طبعا احنا المصريين لو رحنا أكلنا الحاجات دي مش هنطيقها، ليه؟ لأن مش متعودين. لكن لو عشت هناك سنين هتلاقي طعمها حلو وجميلة وكل حاجة، تغير رأيك. يعني تعمل بسلة عليها سكر، ملوخية وعليها سكر، حاجات غريبة لما تسمعها كده، ايه ده معقول؟
طب عيش هناك يا عم وهتيجي بعد كده تأكلها لك، لأن الإنسان على حسب ما تعود. فالمهم هنا يقول لك إيه، ويسن أن يطبخها بحلو وألا يكسر عظمها كمان، تفاولا بحلاوة أخلاق الزوجة وسلامة أعضائها. وقول وللمقل ما تيسر، يعني الفقير ما تيسر له مما قدر عليه، زي ما قلت لك إن شاء الله حتى يجمع الناس ويقدم لهم شوية ماء ساحة يمشي حلو ما يجراش. وأنواعها كثيرة، نظمها بعضهم في قول وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود وكيرة ذي بنا، وضيمة موت ثم إعذار خاتني. يبقى في الختان يسموه الإعذار، والمولود يسموه العقيقة، والوكيرة للبناء، والوضيمة للموت، والخرس للولادة، والوليمة للعرس. نقيعة سفر، والسفر يسموه النقيعة، والمؤدب للثنى اللي هي المأدبة. كان زمان اما الطفل يودي ابنه للكتاب يحفظ القرآن، الواد أول ما يختم القرآن يعملوا عزومة كبيرة وحفلة كبيرة علشان الولد ختم القرآن. دي سموها إيه؟ مأدبة، المؤدب. للمؤدب للثنى. وقال بعضهم إن الولائم في عشر مجمعة إملاك عقد، يبقى إيه؟ ساعة العقد يسموها إملاك الوليمة دي. وإعذار لمن ختن، عرس وخرس وخرس نفاس، والعقيقة مع حذاق ختم، ومأدبة المريد ثنى، نقيعة عند عود المسافر، مع وضيمة المصاب، مع وكير بنا اللي هي الوكيرة. كلهم بيحاولوا يعملوها في طريقة كانت زمان عادة القرن الحادي عشر الهجري والعاشر الهجري والتاسع الهجري، كانوا يحبوا يعملوا المعلومات في صورة أشعار علشان يسهل حفظها، واخد بالك؟ دلوقتي العادة دي بقى خفتت، والناس دلوقتي ما بيحبوش الطريقة دي، يحبوا يحفظوا من غير ما تبقى يعني في صورة شعر، لكن هي عادة كانت موجودة وكانت بتعينهم على حفظ المعلومات. وقال بعضهم إن الولائم عشر مع واحد، من عدها قد عز في أقرانه، فالخرس عند نفاسها، وعقيقة للطفل، والإعذار عند ختانه، ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق، يبقى يسموها الحذاق اللي هي إيه في حفظ القرآن دي، لحذقه وبيانه، ثم الملاك لعقده، ووليمة في عرسه، فاحرص على إعلانه، وكذاك مأدبة بلا سبب يرى، ووكيرة لبنائه لمكانه، ونقيعة لقدومه، ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه. الوضيمة دي ما تكونش لأهل للميت، الجيران هم اللي يطبخوا ويأكلوا مع إيه الناس المعزين، لأن أهل الميت مشغولين في المصيبة بتاعته، فاللي يقوم بيها الجيران والمعارف والأحباب. قول والإجابة إليها، وينبغي كما قال الغزالي في الإحياء أن يقصد بالإجابة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة الواجب لتكون من أمور الآخرة فيثاب عليها، ولا يقصد الأكل وقضاء الشهوة بس فتكون من أمور الدنيا فلا يثاب عليها. يعني لما تروح تجيب وليمة عرس لازم تبقى قبل ما تعمل حاجة تنوي الاقتداء بالنبي، جبر خاطر المسلم، إدخال السرور على قلبه، مش انك انت رايح عشان تاكل وخلاص، واخد بالك؟ يعني خليها عبادة تبقى حلوة. وينبغي ايضا ان يقصد اكرام اخيه المؤمن وزيارته ليكون من المتحبين في الله تعالى. وقوله اي وليمة العرس تفسير للضمير، والمراد بالعرس هنا الدخول لا العقد، ولذلك قال في شرح المنهج والمراد الاجابة لوليمة الدخول. وقال الشيخ عطية هو احتراز عن ما يقع قبل العقد فلا تجب الاجابة اليه، وإن اتصل بالعقد وليس احترازا عن وليمة العقد فإن الإجابة إليها واجبة أيضا بشرط أن تكون بعد العقد. فإذا فعلت بعد العقد بقصد وليمة العقد ووليمة الدخول معا حصلا، ده كلام الشيخ عطية بتصرف، وقد مر أيضا التنبيه على ذلك. قول واجبة أي ولغيره سنة كما سيذكره الشارح لخبر الصحيحين، يعني لغير وليمة العرس الإجابة إليها سنة، إنما وليمة العرس تبقى واجبة. يعني ما نقلهاش بنفس عبارة الشيخ، يعني كتبها بعبارته هو بس نفس الأفكار بتاعت الشيخ. قول واجبة أي ولغيره سنة كما سيذكره الشارح لخبر الصحيحين، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها،
وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره، وحملوا الأمر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس وعلى الوجوب في وليمة العرس، وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما في وليمة العرس وغيرها يعني. ويؤيد الأول اللي هو واجبة في وليمة العرس دون غيره ما في مسند أحمد عن الحسن قال دعا عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب، دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب، وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خبر الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، ففيه التقييد بوليمة العرس. وعليها حمل خبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء. ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة اللي هي بغير بقى الخيلاء فقد عصى الله ورسوله، فتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة ألا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم. قول أي فرض عين في الأصح، يعني واجبة وجوب عيني في الأصح، ومقابل الأصح تبقى وجوب على الكفاية اللي هو الرأي الثاني مقابل الأصح. أي فرض عين في الأصح وقيل فرض كفاية اللي هو الوجه الآخر. وقول ولا يجب ولا يجب الأكل منها في الأصح، يبقى برضو مقابل الأصح يبقى يجب الإجابة ويجب الأكل منها. بل يندب للمفطر الأكل، وقيل يجب، وصححه النووي في شرح مسلم أخذا بظاهر خبر مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو له يعني. فإن ظاهر الأمر في قوله فليطعم الوجوب، وحمله صاحب القول الأول على الندب وهو المعتمد، وأقله على كل من القولين لقمة، يعني لو قلنا ان الطعام الاكل منها واجب او الاكل منها مستحب، طب يتأتى الواجب او المستحب بايه؟ اقل حاجة ولو يكون لقمة يبقى ادى المطلوب، الشرط يعني ياكل طبق ويغرف تاني وكده لا، كفاية لقمة. والمراد بقوله فليصلي فليدعو بالبركة ونحوها، بدليل رواية فليدعو بالبركة، وخير ما فسرته بالوارد، فيسن أن يقول اللهم بارك لهم في طعامهم واغفر لهم ونحو ذلك. فالمراد بالصلاة الدعاء، وقيل المراد بها الصلاة الشرعية، فأن يصلي ركعتين لتعود بركتها على المحل وعلى الحاضرين، والمشهور الأول. وإذا دعا وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم لعل الداعي يعذره، وإذا حضر وكان صائما نفلا صائم تطوع يعني، فإن شق على الداعي عدم فطره، طب افرض التاني يزعل قوي لو ما اكلتش وانت صائم صيام تطوع، يبقى تفطر احسن وتدخل السرور على قلبه احسن من انك تتم صيامه وتكسر خطره. فإن شق على الداعي عدم فطره فالفطر افضل من اتمام الصوم بقصد جبر خاطره، ويعوضه الله ثوابا بدلا من عن ثواب صومه مثله او اكثر، وان لم يشق عليه فالاتمام افضل. وإن كان صائما فرضا، طب افرض كان صائم فرض بقى فلا يجوز ان هو يفطر بقى لان ده فرض. وإن كان صائما فرضا فلا يجوز الخروج منه ولو موسعا كالنذر، ولو كان الفرض ده موسع يعني يقدر يصوم في اي وقت، يبقى برضه لا يجوز الخروج منه كنذر مطلق، فعلم من ذلك انه لا تسقط اجابته بالصوم. يعني معناه لو كنت صائم ودعوه ما تقولش انا مش هروح عشان انا صائم، واجب انك تروح حتى لو انت صايم. ما هو فرض طبعا، ما هو الصيام المفروض هو رمضان وقضاء ما فاتك من رمضان او حنس يمين او كفارة قتل خطأ زي صوم يومين او انتهاك حرمة رمضان بالجماع في نهار رمضان عالما متعمدا فدي فرائض، او الزهار، كل دي صيام فرض او نذر.
نذر على نفسه. وأما الإجابة لغير وليمة العرس مقابل لقول والإجابة إليها واجبة، وقول بقية الولائم أي حال كون غير وليمة العرس من بقية الولائم وبيان للغير، وقول فليست فرض عين بل هي سنة أي على المعتمد. وتقدم أن بعضهم أخذ بظاهر الحديث السابق وقال بوجوبها حتى في وليمة غير العرس حيث قال فيه عرسا كان أو غيره، وتقدم أن الجمهور حملوه على الندب في وليمة العرس. يبقى الإجابة واجبة في وليمة العرس بالاتفاق، وسنة في باقي الولائم مع الخلاف، لأن في مذهب آخر أنها واجبة في غير وليمة العرس أيضا، إنما بالاتفاق بالإجماع في وليمة العرس هي واجبة بالإجماع. طب وباقي الولائم مذهبان، ماذا بيقول؟ أنها واجبة كوليمة العرس، وهذا مرجوح، والراجح أنها سنة في غير وليمة العرس عشان ما تتلخبطش كتير تبقى فاهمه. قوله وإنما تجب الدعوة أي إجابتها، وفي بعض النسخ الإجابة لوليمة العرس أو تسن لغيرها إلى آخره. فالشروط كما تعتبر في وجوب الإجابة لوليمة العرس تعتبر لسنها لوليمة غير العرس. يعني الشروط اللي هي بتوجب عليك الإجابة هي نفس الشروط اللي بتجعل الإجابة سنة في باقي الولائم، نفس الشروط، بحيث أنها لو لم تتوفر يبقى لا هنا واجب ولا هنا سنة. واحد تاجر مخدرات وعامل وليمة عرس لبنته، وانت عارف ان كل فلوسه من الحرام، قول له جزاكم الله خير السلام عليكم، تروحش تاكل. واحدة رقاصة بتجوز بنتها وعارف ان فلوسها جاية من الرقص. واحد مسؤول كبير ونصاب وكان بياخد اموال الدولة كده واموال المسلمين بغير، وانت عارف، ويجي يدعوك قول له شاكرين. طب افرض حتى جاوبه علشان خايف من سلطانه، انه ممكن يعني يوعز عليك ويقبض عليك ويتكلها عداوة، روح وما تاكلش، روح وما تاكلش، بسيط. كل دي لازم الواحد ياخد باله. وقوله بشرط الى اخر لا يخفى ان شرط في كلامه مفرد مضاف، فيعم فانه ذكر شرطين ونبه على بقية الشروط اجمالا بقوله وبقية الشروط مذكورة في المطولات، والمصنف نبه على اكثر الشروط بقول إلا من عذر، ولذلك قال الشيخ الخطيب وقوله إلا لعذر أشار به إلى أكثر شروط وجوب الإجابة. والحاصل أن الشروط كثيرة نحو 20 وسيأتي ذكرها. أهم شرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، وإلا هيبقى شر الولائم. يبقى دي أهم شرط، يعني الفقير اللي بيروح مع الأغنياء هو اللي بيحلل طعام الوليمة ويخليها حلال، غير كده هتبقى حرام. واضح؟ فلازم مثلا ان انت رايح واخد السواق بتاعك اللي بيسوق لك العربيه، ما تسيبوش قاعد بره، دخله ياكل معاك، مش تسيبه قاعد بره زي ما الناس بتعمل كده، ما يصحش، دخله ياكل معاك. واضح؟ ليه؟ لان هو ده دخلته معاه، هو ده اللي هيبارك لك الطعام وهيخليه حلال، انما قعدته بره هيخلي الطعام شر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يضرش، بس ما كل غني معاه اصدقاء بقى ومعارفه، زي ما قلت لك جاي بالسواق بتاعه يدخل معاه السواق بتاعه تاكله. ما هو الغني تاني التملي بيبقى ليه توابع ماشي معاه رفقاء بيخدموه، فهمتني؟ يبقى خلاص يدخلوا معاه ياكلوا. وألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، أهم حاجة إن يبقى من طعام حلال، وإن ما يخصش الأغنياء بالدعوة، عشان إيه؟ ده أهم شرطين عشان تجب الإجابة. طب افرض جايب رقاصة بقى والقعدة حلوة وجايب خمور، آه لا متشكرين. يا إما تروح تاكل قبل ما الرقاصة تيجي وتمشي. واخد بالك؟ ما يجراش حاجة. وقوله ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة أي لغناهم، كما صرح به الشيخ الخطيب حيث قال ألا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم، فلا يضر ما لو خصهم لكونهم أهل حرفته أو عشيرته أو جيرانه ولو كانوا كلهم أغنياء. فلو خص الأغنياء بالدعوة لغناهم لم تجب، لو كان خصهم لأجل غناهم بس لا، لكن لأجل قرابته، دول قرايبه وقرايبه كلهم أغنياء، ما يجراش حاجة لان دول قرابتي، لكن ما قالهمش انا مش عايز تيجي معاكم الا الاغنياء بس، لا كده بقى اللي حرام، هنقع في الحرام.
واضح؟ فلو خص الأغنياء بالدعوة لغناهم لم تجب الإجابة حتى عليهم لخبر حتى الغني لا يجب عليه الإجابة، يعني لو خص الأغنياء بالدعوة وأنت من الأغنياء لا يجب في حقك الإجابة. واخد بالك إزاي؟ لخبر شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومعلوم أن الشر لا تجب الإجابة له، لأن المقصود التحذير عنه وليس المراد بعدم التخصيص أن يعم الناس جميعا بالدعوة، لأن هذا غير ممكن، بل الشرط ألا يظهر منه قصد التخصيص فيعم عند تمكنه عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته، أما عند عدم تمكنه فلا يضر التخصيص حتى لو دعا واحدا، لكون طعامي لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط وجوب الإجابة كما يؤخذ من شرح الروض. يعني ولو واحد حتى فقير يجيبه فستان هيحلله لازم. قوله بل يدعوهم والفقراء، تعرف ان لو خص الدعوة للفقراء بس برضو لا يجب الإجابة. شفت قد ايه؟ لازم تبقى الدعوة عامة وهتبقى لما، مش يقول لك الدعوة عامة وهتبقى لما، هي دي عشان تبقى حلال. واخد بقى؟ انما لو خصها لأي طرف من الأطراف يقول لك أنا عايز الفقراء بس، ويلاقي واحد غني واقف يقول له اطلع بره، أنت شبعان، دخله ده برضه كده غلط، ما يصحش إجابته، ولو على الفقير ما يجاوبش. كما كأن خص الغني فقط، لكن الأحسن يسيبها كده بالبركة، الناس تدخل وتطلع وتاكل وتنبسط ومع السلامة. الحمد لله دي عادة المصريين، يعني محدش بيوقف حد على الباب وبيمنع حد من الدخول. بل يدعوهم والفقراء، مقتضى أنه لو خص الفقراء بالدعوة لم تجب الإجابة، وهو قضية قول شيخ الإسلام في المنهج وعموم الدعوة. لأن يعني إيه قضية قول الشيخ؟ يعني ما يقضيه الكلام بالمفهوم وليس بالمنطوق، ما يقضي كلامه بالمفهوم وليس بالمنطوق. فهمت إزاي؟ أدي معنى قضية اللي هو يسموه إيه؟ قوة اللفظ، قوة اللفظ اللي هو مفهوم اللفظ وليس منطوقه. فهمت ازاي؟ ادي معنى القضية، يعني ما يقتضيه اللفظ، وما يقتضيه اللفظ هو المفهوم. وعموم الدعوة بألا يخص بها أغنياء ولا غيرهم بل يعم إلى آخره. ثم نبه بعد ذلك على أن تعبيره بعموم أولى من تعبير الأصل بألا يخص الأغنياء، وهذه طريقة ضعيفة له، والمعتمد ما أفاد كلام الأصل من أنه لو خص الفقراء بالدعوة وجبت الإجابة، وكذلك تفيده عبارة الشيخ الخطيب المتقدم بل عبارة الشيخ قبل الإضراب. يقول لك إن لو خص الفقراء للدعوة في وجه يقول لك لا تجب الإجابة برضه، أنا بخص الفقراء للدعوة. في ناس ثانيين قال لك لا لا تخص، يبقى ده رأيان. والمعتمد هنا على كلامه في الحاشية إنه لو خص الفقراء للدعوة تجب الإجابة. واضح؟ قول وأن يدعوهم في اليوم الأول ولو دعاهم في يوم واحد لكنه بعلاه ثلاثة أوقات لم تجب الإجابة إلا على من دعاه في الوقت الأول. يعني إمتى تجب؟ يعني هو دعاني إن أنا أحضر الحفلة بتاعت العرس بتاعه وليمة العرس، وقال إحنا هنعملها على ثلاث أيام وأنا أدعوك في اليوم الثاني، يبقى خلاص طالما دعاك في اليوم الثاني يبقى يسن الإجابة ولا يجب، لأن أنت بقيت استبنى. فهمت إزاي؟ مش اصلي، مش مدعو اصلي، انما المدعوين في اليوم الاول دول اللي يجب عليهم الاجابه. واخد بالك ازاي؟ فان اولم ثلاثه ايام اي فاكثر كسبعه ايام، وقوله لم تجب الاجابه في اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم الثالث لان هتبقى سمعه بقى، اي وكذا ما زاد عليه فما فيما زاد على ثلاثة أيام، وتجب في اليوم الأول من وليمة العرس كما نص عليه في المنهج، فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول يعني للعرس، وأما في غير العرس فتسن في اليوم الأول وتسن في اليوم الثالث في العرس وغيره، لكن سنها في اليوم الثاني دون سنها في اليوم الأول في غير العرس، وتكره فيما بعده فيهما لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. ده رواية أبي داود.
وبهذا تعلم أن قول المحشي على قول الشارح بل تستحب أي في اليوم الأول وتباح في اليوم الثاني مردود لما علمت من أنها تجد في اليوم الأول في العرس وتسن في اليوم الأول في غير العرس وتسن في اليوم الثاني فيهما، فلعل ما قاله المحشي سهو أو سبق قلم ومحل شوف ما يخطئوش. إحنا بقى نسارع وقد أخطأت ومش ما يصح نقول سهو سبق قلم، كلام لطيف مؤدبين، ناس مؤدبين. طب فين المؤدبين دول؟ ماتوا، تروح تزور المقابر واخد بالك، دول ماتوا خلاص عشان كده تلاقيهم مؤدبين. طب وفين اللي عايشين؟ اللي عايشين اتعامل مع الناس كده في الشارع تعرف ان المؤدبين ماتوا، فربنا ينجينا ويرجعوا المؤدبين تاني ربنا يحييهم مرة أخرى. ومحل ذلك إن لم يكن لضيق منزله أو نحو ذلك. يعني إمتى بقى يكره لثالث يوم وبشراه واليوم والحاجات دي؟ لو كان إيه؟ لو كان بغير سبب، يا منزله واسع وعملها ثلاث أيام ليه؟ دي بقى سمعة بقى. إنما هو منزله ضيق ما يقدرش يستوعب إلا 50 كل يوم. خلاص يبقى ما يجراش حاجة بقى، هو الراجل بيقسم علشان الناس إيه تقدر تستوعب المنزل بتاعه. ومحل ذلك إن لم يكن لضيق منزلي أو نحو ذلك كجعل كل يوم لصنف من الناس كما يقع ذلك في مصر غالبا، فإنهم يجعلون يوما للعلماء ويوما للخواجات ويوما لأهل حرفته مثلا يوم أصدقاء عمله، وإلا وجبت الإجابة في كل يوم في وليمة العرس وتسن في كل يوم في وليمة غير العرس وإن زاد على ثلاثة أيام لو كانت المنطق بهذه الأسئلة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله بقية الشروط يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أي تفضل. يستحب بقى. لا فات فات فاته الوجوب ويبقى يستحب ويبقى قضاء للوجوب وأداء للسنة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.